هذا يسأل عن علاج المرأة يعالجه رجال، أو الرجل تعالجه نساء، هذا لا يجوز، لا يجوز إلا عند الضرورة القصوى، وإلا فالرجال يعالجهم رجال والنساء يعالجها نساء، إلا إذا دعت ضرورة قصوى إلى أن يعالج المرأة رجل أو العكس، فالضرر له حكم، الضرورة لها حكم إلا ما اضطررتم إليه. نعم.